عبر خدمة سكايب رئيس المركز العربي الاسترالي للدراسات الاستراتيجية سيد أحمد الياسري. بداية مرحبا بك سيد الياسري في نشرة الثالثة لهذا اليوم. قبل الدخول في تفاصيل ملف الانتخابات أبدأ من حيث انتهيت، يعني يوم أمس السيد الصدر غرد وكان مضمونها واضحا لتغريدته، لكن لم يذكر لمن وجهت، اختصرها لربما بتلميحات عدة من هنا أو هناك كإن كنت مجاهدا وغيرها. هل جاءت لترد على حادثة الأربعاء الماضي وقضية اعتقال مصلح؟ كيف قرأت هذه التغريدة المطولة لو سمحت؟ تفضل لك كلمة. تحية لحضرتك أستاذ قصي، وتحية لمشاهدي قناتك من كلمة. نعم أنا أتفق مع حضرتك، أنا أعتقد أن السيد مرتضى صدر وجه تغريدته إلى القوى التي أحاطت بسياج الدولة في المنطقة الخضراء وحاولت أن تربك أوراقها الأمنية حينما ذهبت باتجاه تطبيق قرار قضائي أصدر من محكمة عراقية لإلقاء القبض على شخص متهم بقضية جنائية وبقضايا أخرى. فلذلك يعني أنا أعتقد حتى على المستوى الشعبي يعني السيد مقتدى الصدر حاول أن يعكس نظرة الشارع لما حصل. أنا أعتقد أسهم هذه الفصائل كلها هبطت بعد هذه الحادثة، ولذلك هناك حالة من التناغم ليس فقط السيد مقتدى الصدر، بعض القيادات السياسية أنا تابعت تصريحاتها في هذا الإطار كانت يعني بنفس النسق من ردود الفعل حول هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة يعني تربك الواقع العراقي أمنيا وصورة العراق، مشهد العراق في الخارج أيضا يتضرر كثيرا. سيد الياسري وكذلك نعرج على 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 مرجعية النجف، عرجت على خطبها السياسية السابقة حول هذا الموضوع أيضا. نعم أنا أتفق أيضا مع إشارتك أستاذ قصي، مهمة جدا بالفعل، لأن السيد قاسم مصلح كان منذ عام 2003 هو جزء من أمن العتبة، ولذلك هناك بعض الصفحات في مواقع التواصل استغلت هذا الموضوع لمهاترة المرجعية. المرجعية أرادت أن تؤكد وتوضح معنى فتواها أنها كانت يعني تدعو الكتل المعبأة لمقاتلة داعش إلى الانضمام مع الدولة، مع أجهزة الأمن ومع أجهزة وزارة الدفاع العراقية، وأن لا تتحول إلى قوة خاصة تحاصر الدولة، لأن يعني شاهدنا ردود فعل كبيرة بدأت تحمل المرجعية جزء من مسؤولية هذا الانفلات الذي لا تسيطر عليه الدولة في الوقت الحاضر. شوف أستاذ قصي، دعني أشير فقط لماذا تعصي على الحكومة مواجهة الميليشيات. أنا أعتقد هذه مواجهة معقدة جدا لأسباب، منها أنه أغلب هذه الميليشيات هي تمسك الأرض في مناطق يعني مع داعش. من الممكن أن إذا حصلت أي مواجهة بقرار من قيادة هذه الميليشيات قد تترك تلك الأرض ويتكرر مشهد 2014، إضافة إلى أن أغلب قواعد هذه الفصائل هي في تكونات مدنية، وهذه إشكالية يعني خطيرة جدا. حضرتك تتذكر معركة الموصل كانت صعبة جدا بسبب الثكنات المدنية التي كانت، إضافة إلى أنه امتداد هذه الميليشيات هي في كل مناطق الوسط والجنوب، فممكن أن تشعل المواجهة. لذلك تحاول الدولة العراقية أو الحكومة العراقية أن تتأنى في قراراتها الأمنية وتستخدم سياسة الاحتواء لكي يعني تتجنب المواجهة لخطورة هذه المواجهة. طيب يعني نتحدث في الشأن القانوني، حادثة الأربعاء تركت الكثير من ردود الأفعال، بالأغلب كانت رافضة لهذه الخطوة، والبعض عدها تدخلا في عمل القضاء من قوة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، هذا الغطاء الذي يمنحون لهم نفسهم. هل أعطى هذا الحدث رسالة مفادها عدم ارتباط هذه المؤسسة بالقائد العام؟ بكل تأكيد هم أعلنوا هذا، يعني الموضوع أستاذ قصي هم قالوا يعني نحن يعني لا يمثل شيء لنا قرارات أو لا تمثل شيء قرارات السيد رئيس الوزراء، وهذا انقلاب على الدستور وانقلاب على قرارات البرلمان. قانون الحشد الشعبي عفوا سنة 2016 يعني يحدد صلاحيات وتابعية هذه الفصائل المالية والسياسية والأمنية للحكومة العراقية. على هذا الأساس تم التصويت
في الدورة الماضية على قانون الحشد الشعبي، والا هي قوة تشكلت بفعل حرب داعش. فلذلك انا اعتقد انه بدأت يعني خسرت الكثير من اسهمها في الحركة الأخيرة، وبدأ المواطن العراقي يشعر بقلق حقيقي بأن المحاربون حماة الأعراض ومحاربو داعش انقلبوا على الدولة، وبدأوا يعني يحاولون أن يستنسخوا تجربة داعش في الداخل العراقي وليس على الحدود أو في المناطق البعيدة أو في الصحراء. طيب، هذه إشكالية أمنية خطيرة أن يستشعرها المواطن العراقي ويحاول أن يعبر عن استشعاره عبر تغريداته أو في مواقع التواصل أو حتى في الحوارات التلفزيونية أو برامج التي تطرحها القنوات العراقية المحترمة. طيب، في عناوين عدة، تصريحات من الكاظمي ضد خطوة الحشد واجتماع للرئاسات، وكذلك يوم أمس تغريدة قوية للسيد الصدر، وكما ذكرنا قبل قليل أيضا عرجت المرجعية الدينية العليا في النجف حول هذه العملية. هل ستتجه برأيك الحكومة إلى إيران؟ هل سنشهد مرحلة جديدة تعيد الدولة حساباتها تجاه مؤسسة الحشد؟ يعني أنا أعتقد إذا قررت الحكومة القيام ب يعني مواجهة هذه الفصائل ممكن أن تتواصل مع إيران، يعني لكي لأنها تواصلت سابقا مع إيران. نعم. وحضرتك تعرف هناك انقسام في القرار السياسي الإيراني المتعلق بالميليشيات في العراق، وأشار إلى هذا الفصل، هو تصريحات ظريف يعني أشار أنه الاستراتيجيات الحربية هي التي تربك السياسات الخارجية الإيرانية في الإقليم، وربما كان يشير المشهد العراقي بوضوح أستاذ قصي. فلذلك يعني هذه الإشكالية تطرح في الداخل الإيراني وليس في الداخل العراقي فحسب. فلذلك أنا أعتقد هناك فريق في الداخل الإيراني يتناغم مع رؤية السيد الكاظم، وهو الفريق الإصلاحي إن صح التعبير، والذي بدأت حظوظه. يعني أنا أعتقد إذا تغير المشهد الرئاسي في إيران ينعكس ربما بشكل سيء على الواقع الأمني العراقي، يعني إذا هبطت أسهم الإصلاحيين وصعد المحافظون، يعني ستتثبت استراتيجيات الحرس الثوري الحربية، وربما تذهب الحكومة العراقية لمواجهة مؤجلة، أنا أسميها المواجهة المرحلة. هذه استحقاقات حرب داعش يا أستاذ قصي. سيد الياسري، حقيقة حديث العراقيين اليوم ما إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبالموعد المحدد في ظل قدرات أي فصيل مسلح اختراق الأطواق الأمنية والتحرك والاستعراض متى ما يشاء؟ أيضا أتفق معك أستاذ قصي. بالفعل يعني ما قيمة المراقبة الجوية؟ يعني المراقبة الجوية هل ستحتوي السلاح المنفلت؟ هل ستجعل هذه الميليشيات جزء من الدولة؟ هذا ما يتخوف منه الناخب العراقي. يعني انا تابعت ناشطي تشرين على سبيل المثال طرحوا هذه الافكار، انه يعني كيف سنضمن التشرينون هم الذين دعوا الى انتخابات مبكره وهم المصرون عليها، ولكن الظروف ليست موضوعيه بمعنى الظرف الامني يعني الظروف كانت اكثر موضوعيه في عام 2018 وحصل تزوير وحصلت مقاطعه، فما بالك في هذا الوضع الامني الهش وهذه التقاطعات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الاستراتيجي ايضا بين ايران وامريكا، وكلها تاخذ من الميدان العراقي مسرحا. فلذلك يعني قرارات المتابعه، يعني المنظمه الدوليه تتخوف من ان تؤدي الانتخابات القادمه الى عدم نجاحها الى حرب اهليه ربما. فلذلك تحاول ان تعيد العراق الى مساحه الرعايه الدوليه عبر مراقبه الانتخابات و محاولة يعني خلق حالة من الضمان الدولي للسلام العراقي. يعني بشكل عام أنا لا أعتقد أن الظروف موضوعية أمنيا وسياسيا، يعني الموضوع ليس متعلق بالشعب العراقي أو بالناخب العراقي، وإنما متعلق بالنخب التي حتى فكرة مقاطعة الانتخابات أنا تابعتها بالقنوات المرتبطة بالأحزاب، يعني في الغالب يعني هم السياسيون أنفسهم يشيرون الى لا تقاطع الانتخابات وكأن المقاطعه حصل، لا يوجد اي شيء لحتى نحن لحتى هذه اللحظه غير متفقين على ان الانتخابات ستقام في موعدها. نعم. المحدد فضلا عن المقاطعه. نعم، حدثنا عبر خدمه سكايب من استراليا السيد احمد الياسري رئيس المركز العربي الاسترالي للدراسات، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا في نشره الثالثه.